ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديده عن عيله الجمل. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيله الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدأ بالأميرة فيروز وخناقتها مع جلجل. الحقيقة الأميرة فيروز بقت بتحط ليب جلوس زي غزل، بس حطيته أكتر من مرة، عشان كده جلجل زعقت لها. نفسي غير وأنا بجيب الشبشب بين رجلي وبجري ورايا في الشقة وقعت زي شوال البصل بالظبط. مين ضحك زينا على وقعة جلجل؟ يقول لنا في الكومنتات. بعد جلجل سألوها الفانز هل آية أحلى حامل، وقالت لهم أيوة روحوا باركوا لها. جلجل ما قالتش آية بس، كمان قالت سلمى إنها حامل. سلمى حامل، كله يدخل ويقول لها الف مبروك. هي احلى حامل، هي حامل، كله يخش يبارك لها. طبعا يا جماعه واضح جدا على جلجل انها بتهزر ومش بتتكلم بجد، والمتابعين برضو قالوا انها بتكذب وبتحور على المال الحلال. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. ودلوقتي تعالوا نروح لأمنية القوة، وهل قصت شعرها فعلا ولا لأ؟ والحقيقة يا جماعة ده مش شعر أمنية خالص، دي باروكة ولبساها عشان دور في الأفلام، وظهرت بيها في الكواليس وهي رايحة الملاهي مع العيلة. ودلوقتي تعالوا نروح للخبر الحصري معانا، وهو ندى محمد ليه مش بتمثل في الأفلام دلوقتي؟ جلجل قالت إن الصداع هو اللي بيخليها ما تمثلش في الأفلام. دعم التصوير، أول ما الصداع يخف هتنزل التصوير على طول. ولا واحدة فيهم. منوره يا سلمى انتي وندى، بحبكوا قوي. وبرده يا جماعه رد ندى هنا كان هزار، مش معقول الصداع اللي يمنع ندى من التصوير، بس طبعا السبب الحقيقي هو حاجه خاصه بندى حمو، وان شاء الله ترجع لنا الايام الجايه في الافلام. دلوقتي واخيرا تعالوا نروح لمسلسل الغربه، وايه حكايه النهارده ان في نهايه تانية، وكتير من الفانز ما كانوش فاهمين حاجه خالص. والحقيقة كان المتوقع ان الاسطورة يعمل جزء تاني من المسلسل، لكن النهاردة عمل نهاية تانية خالص. تعالوا نشوف نهاية النهاردة ايه في المسلسل، واللي مفروض المسلسل خلص عليها كده. والحلقة دي سلمى نصحت جلجل فيها تبعد عن احمد، وانها عرفت كل حاجة ان ترجع له. بس المفاجأة هنا ان احمد استندل معاها وقال لها انا مش عايز اشوفك تاني، انتي واحدة خاينة. طلعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبه ماما، نعم، ينفع تسامحيني خلاص؟ ايوه يا ماما انا خلاص مسامحاكي يا ماما. وكده يكون مسلسل الغربة خلص خالص، بس يا ترى الاسطورة هيعمل جزء تاني من اي نهاية منهم؟ هتعرفوا الايام الجاية. ملحوظة سريعة، الخناقة اللي اتكلمنا عنها امبارح ما بين جلجل وحودة كانت النهاردة في حلقة اليوم عند ندى واحمد، وده لما كانت جلجل فيه بتمثل انها حامل. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو قولولنا سندريلا غزل عندها كام سنة وفي سنة كام؟ شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.